شبك انا ما في شيء. يا ابن الحرام، بدك يعني يختم على مدفوعات ما فاتوا على الخزنة؟ والله أنا ما دخلني. احكي أنا ورا شوف شو القصة، وإلا أقسم بالله بروحك، وأنت بتعرف أنا شو فيني أعملها، احكي. ماشي ماشي. بتجوز أختي أمينة لك أنوار على سنة الله ورسوله. وأمينة قتلت أمه لسليم وأخذت ذهباتها وصار عندها خان وخدم وحشم. إيه هي خانه واخت رجال والله يا عامر. وحازم بيعرف؟ ايه بيعرف. في حدا غيره بيعرف بالسيرة؟ لا ابدا. تعال، معناتها بتكتم كتم على السيرة ولسانك بتقصه، عم تفهم؟ ماشي. انا الليلة بدي اشوفها لأمينة، الليلة